بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا بعرف بنفسي، أنا فاطمة زهراء محمد عبدو محمد موسى، استشاري تكنولوجيا المساعدة في المكتبات، وبشتغل في الـ AUC الجامعة الأمريكية بالقاهرة. الخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات البصرية مش أي خدمات، طبعا الخدمات اللي أنتجتها التكنولوجيا المساعدة. التكنولوجيا المساعدة هنتكلم عنها بتفصيل علشان نعرف إيه هي الأجهزة وإيه هي البرمجيات اللي إحنا المفروض نقتنيها في المكتبات لو حبينا نقدم خدمات خاصة للفيجوالي إمبيرد أو ذوي الاحتياجات البصرية. الخطوط العريضة اللي هنتكلم عنها خلال العرض بتاعنا النهاردة، هنتكلم عن تعريف الإعاقة، هنتكلم عن الستاتيستكس أو الإحصائيات علشان نعرف إحنا بنتكلم عن يعني عدد قد إيه من الأشخاص أو الإجمالي اللي موجود دلوقتي في العالم أو بشكل أخص في العالم العربي من ذوي الاحتياجات البصرية اللي المفروض إن هم المستفيد المحتمل للخدمات اللي بتقدمها المكتبات بشكل عام. هنتكلم كمان عن مستويات الإعاقة، إن الإعاقة البصرية ما هيش حاجة واحدة، هي ليها ليفلز، ليها مستويات مختلفة. طبعاً هنعرف إيه هي التكنولوجيا المساعدة وإيه هي أنواعها وإيه هي الأنواع اللي بنستخدمها في المكتبات أو اللي منتشر استخدامها في المكتبات، وإيه هي طبعاً الخدمات اللي أفرزتها التكنولوجيا المساعدة دي. بداية، تعريف الإعاقة بشكل عام وفقاً للتعريف اللي أقرته منظمة الصحة العالمية، إن الشخص المعاق هو أي شخص لديه مشكلة في وظائفه الجسدية تؤدي إلى قيود على نشاطه أو صعوبة في القيام بمهام إجرائية معينة. بالنسبة للإعاقة البصرية بقى، الإعاقة البصرية تعريفها برضو طبقا لمنظمة الصحة العالمية إن الإعاقة بتحدث بدرجات متفاوتة، على الرغم من إن الشخص اللي بيعاني من أي ضعف بصر غير قابل للتصحيح، يعني ما ينفعش يلبس نظارة ويبقى بيشوف كويس أو يعمل العملية أو يركب لانسز ويرجع يشوف بشكل طبيعي، لا، هو الإصابة اللي عنده دي غير قابلة للتصحيح، يعتبر من ذوي الاحتياجات البصرية أو من الفيجوالي امبيرد. مستويات الإعاقة بشكل عام كما هو متعرف عليه، وطبعا زي ما هو موجود برضو وتم إقراره يعني في منظمة الصحة العالمية WHO، إن في أربع مستويات بشكل عام، يعني طبعا في مستويات أكتر من كده لكن دول يعني الخطوط العريضة للمستويات الخاصة بالرؤية. أول حاجة المستوى المعتدل، تمام، وده بيكون من 6 ل 12 من 6 على 12 ل 6 على 18. بعد كده في محدود المدى، تمام، ده بيبقى من 6 على 18 ل 6 على 60. بعد كده انخفاض البصر الشديد، تمام، ده بيبقى من 6 على 60 ل 3 على 60. وفي الحالة دي بيسمى الشخص قانونا ان هو كده بلايند، مكفوف. البلايند بلايند كده بس او المكفوف كده الاصطلاح كده لوحده، ده شخص بيقدر يميز، مش بيشوف لكن بيقدر يميز الضوء، يقدر لو دخل مكان مظلم يقدر يبقى واخد باله ان المكان ده مظلم، لو المكان ده مضاء فيه النور او احنا بالنهار او احنا بالليل يقدر يميز النور بس كده. طيب البلايندنس، اوكي، او توتال بلايند
ده بيكون المستوى الرؤية أشد من أو أقل من 3/60، وده بيسمى العمى الكامل أو total blind. هو لا يستطيع تمييز الضوء والحياة بالنسبة له كلها عبارة يعني dark، ظلام كامل. بالنسبة للميدل إيست أو للشرق الأوسط، يعني وفقا برضو لآخر إحصائيات صدرت عن منظمة الصحة العالمية، إن عندنا حوالي 100 مليون شخص مصاب بالإعاقة البصرية بشكل متفاوت، في حوالي 5 مليون شخص بلايند يعني كفيف، 18 مليون ونص عنده ضعف بصر، تمام؟ طيب 23 مليون عنده اعتلال بصري شديد، وهو المساحة اللي هي ما بين الكف البصري الكامل والضعف البصري. طيب الاسيستيف تكنولوجي بشكل عام، التكنولوجيا عموما يعني تم توظيفها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة بشكل عام، لتعزيز قدراتهم ولأن هم يقدروا يحصلوا على فرص متساوية زيهم زي أي شخص مبصر أو أي شخص سوي في قدراته الجسدية، لأن ده حقهم. واستخدام التكنولوجيا المساعدة في المكتبات أصبح ضرورة، يعني ما هوش optional أو حاجة اختيارية، لا يعني أصبحت ضرورة، لأن كل أهداف المكتبة بشكل عام إن هي بتخدم كل الجمهور، مش بتخدم شريحة واحدة من الجمهور. لو مكتبة أكاديمية هي مطالبة إن هي تخدم كل أنواع الطلبة وأشكال الطلبة اللي موجودين عندها بصرف النظر عن مستوى قدراتهم الجسدية. لو مكتبة مدرسة برضو مطالبة إن هي تخدم كل أنواع الطلبة اللي موجودين عندها برضو بصرف النظر عن اختلافاتهم الجسدية وقدراتهم الحسية. طبعا بالنسبة للمدارس، في مدارس بتعمل دمج ما بين الطلبة الحاملين لإعاقة معينة والطلبة الأسوياء اللي هم يعني بكامل قدراتهم الجسدية والحسية. ففي الحالة دي المكتبة مطالبة فعلا إن هي تخدم كل أشكال المستفيدين المحتملين منها. المكتبات العامة المفروض إن هي بتخدم كل الجمهور، تمام، بصرف النظر برضو عن اختلافاتهم الدينية، الحسية، القدرات الجسدية، العرقية، بصرف النظر هي بتخدم كل الجمهور اللي موجودين في المنطقة الجغرافية اللي هي موجودة فيها. طبعا المكتبة ليها أهداف معينة، هي توصيل المعلومة، هي كيفية الحصول على المعلومة، تيسير الحصول على المعلومة. فمش كل التكنولوجيا المساعدة بتساعد في تحقيق هذا الهدف. فطبعا في جزء كبير جدا منها طبعا بيساعد بشكل أساسي في إزاي يحصل على المعلومة وتيسير الحصول على المعلومة لذوي الإعاقة البصرية، لكن أنا بقول إن مش كل حاجة ممكن المكتبة تقنيها. الشيء الوحيد اللي بتشترك فيه كل التقنيات المساعدة هو إنها معززة للقدرات الحسية أو الجسدية. الخدمات إيه هي بقى الخدمات اللي ممكن تقدم من خلال المكتبة باستخدام أدوات التكنولوجيا المساعدة أو أجهزة وبرمجيات التكنولوجيا المساعدة؟ أول حاجة أنا حطيت مجموعة من الخدمات. قد يكون هناك مكتبات بتزود على الخدمات دي أو بيقدموا أقل حاجة أو أبسط حاجة يقدروا يقدموها من الخدمات. يعني الخدمات حتى تسميتها بتختلف من مكتبة لأخرى.
يعني مفيش اسم او اصطلاح محدد معياري لاسم الخدمه، بس ده بشكل عام الاسماء المتداوله لهذه الخدمات في المكتبات التي تقدم خدمه حقيقيه لذوي الاحتياجات البصريه. اول حاجه عندنا القراءه المسموعه، ثاني حاجه برايل برينتينج اللي هو طباعه برايل، ثالث حاجه عندنا هو التدريب، التدريب على استخدام الكمبيوتر سكيلز او ازاي يستخدم الحاسب الالي البي سي تريننج، او التدريب على كيفيه استخدام التكنولوجيا المساعده نفسها. تالي رابع حاجة أو رابع خدمة ممكن تقدمها المكتبة هي التحويل، لأن في كتير من المواد أو المصادر المعلومات غير صالحة للاستخدام لذوي الاحتياجات البصرية، مش هيقدر يتعامل معها زي الكتب المطبوعة مثلا. فالتحويل إن أنا نحول من شكل لشكل من الخدمات الأساسية جدا للمكتبات اللي بتقدم خدمة لذوي الاحتياجات البصرية. يمكن أول أربع خدمات دول هما أساس أي خدمة مكتبية بتقدم في أي مكتبة. بعد كده الخدمات اللي جاية الأربعة التاليين دول على حسب مستوى المكتبة، على حسب حجم الميزانية الخاصة بالمكتبة، هل المكتبة فيها إنترنت ولا كثير من المكتبات ما فيهاش إنترنت، خصوصا المكتبات العامة الحكومية زي ما هو موجود في مصر مثلا. بعد كده خدمات التكبير لضعف البصر، كثير برضو من المكتبات ما بتهتمش بهذه الفئة نظرا لأن كتير منهم بشكل تدريجي بمرور الوقت بيفقد بصره بشكل كامل، لو وكتير منهم ما بيقدرش يستخدم عينيه أو ما تبقى له بالبصر بشكل يعني قوي، لأن هو بيتعب يعني بيستخدم عينه أو ما تبقى له بالبصر لفترة معينة وبعدين يعني يحس بالتعب فيرجع للحاسة الأخرى وهي السمع لتلقي المعلومة. يعني خدمات التكبير عموما الخاصة بضعاف البصر قد تكون برضو من الخدمات النادرة في المكتبات اللي بتقدم خدمة لذوي الاحتياجات البصرية. استعارة الأجهزة، يعني كتير من المكتبات بتخاف ان الاجهزه دي تضيع او تتلف اثناء استعارتها فما بتعملش استعاره، لكن هناك برضو بعض المكتبات اللي هي بتمد المستفيد منها باجهزه يقدر ياخدها معاه البيت، يقدر يحمل عليها كتب، يقدر يسمع الكتب دي او يقراها من خلال طريقه برايل، ومن خلال برضو يعني إن شاء الله الشرائح التالية هتعرض كيفية تقديم هذه الخدمة وإيه الأجهزة اللي ممكن يتم استعارتها واستخدامها خارج المكتبة. الديزي بوك دي برضو من الخدمات الغير منتشرة حتى الآن، يعني موجودة بشكل قليل جداً. والديزي بوك هو تكنولوجي بتساعد الضعيف البصر ان هو يقدر يقرا الكتاب اكنه شايفه بالظبط، يقدر يسجل اي معلومه او اي خاطره ليه في الهامش بتاع الكتاب، يقدر يدور على صفحه معينه داخل الكتاب، يقدر يدور على كلمه على عنوان فرعي داخل الكتاب براحته، اكنه ماسك الكتاب في ايده وشايفه زي اي شخص مبصر. هنتكلم برضو عنها في الشرائح التاليه ان شاء الله. طيب احنا قبل ما نقدم خدمه في المكتبه، لو انا لسه مكتبه وعايزه اقدم خدمه
وعندي ميزانية محدودة. طيب لازم أعرف إيه الأولويات، إيه الأولويات بتاعة المستفيد الخاص اللي هيجي اللي هيجي لي المكتبة اللي عنده إعاقة بصرية، أولوياته أو الأشكال أو المصادر المفضلة عنده لتلقي المعلومة. طبعا الشخص الكفيف هو عنده عشان يتلقى المعلومة هيستخدم سمعه، هيستخدم حاسة اللمس، تمام، أو لو هو عنده ضعف بصري هيستخدم ما تبقى له من حاسة البصر علشان خاطر يتلقى المعلومة. طيب أنا عملت سيرفي على مجموعة، استطلاع رأي على مجموعة من ذوي الاحتياجات البصرية، واللي هم من برضو المستفيدين في بعض المكتبات اللي بتقدم خدمة لذوي الاحتياجات البصرية. ظهر عندي يعني دلائل مهمة جدا إن عدد المعاقين بصريا اللي بيفضلوا إن هم يتلقوا المعلومة من خلال حاسة السمع أكبر من أي حاسة أخرى، يعني بالنسبة لهم حاسة السمع دي مصدر أساسي لتلقي المعلومة أكتر من حاسة اللمس اللي هي بيقرأ فيها من بطريقة برايل، تمام، من خلال السمع 42%، من خلال برايل اللي بيفضلوا طريقة برايل 30%، اللي بيعملوا بيحبوا يعملوا ميكس ما بين السمع واللمس أو من خلال السمع ومن خلال البصر حوالي 18 أو 19%، اللي بيفضلوا إن هم يقروا بعينيهم أو ما تبقى لهم من البصر كانوا حوالي 8%. ده إنديكيتور كويس أو مؤشر هام للمكتبة هي تقتني إيه من التكنولوجيا ليها. طبعاً التكنولوجيا زي ما إحنا هنشوف في تكنولوجيا معينة بتسبورت السبيتش أو إن هي الصوت، إن هي تتكلم بتقرأ كل حاجة بصوتها، تمام؟ في تكنولوجيا خاصة بالماجنيفيكيشن أو بالتكبير، في تكنولوجيا خاصة ببرايل. طبعاً الديزي تكنولوجي أو ديجيتال توكينج بوك، الكتب الرقمية الناطقة، دي طبعاً تكنولوجيا لوحدها علشان أعمل كونفيرت أو تحويل من النص المطبوع لنص إلكتروني يمكن سماعه لذوي الاحتياجات البصرية، يبقى أنا كده محتاجة كونفيرجن تكنولوجيز أو الـ OCR تكنولوجيز، تمام؟ طبعاً الإنترنت براوزينج، برضو البرمجيات بتاعتها والتقنيات الخاصة بيها بتساعدني، أو من ضمن التكنولوجيز الأسيستيف تكنولوجي اللي ممكن تساهم في خلق خدمة في المكتبة لذوي الاحتياجات البصرية. هنتكلم عن التكنولوجيز دي بالتفصيل وعن كل نوع منها وكل نوع منها ممكن يستخدم إزاي في المكتبة. أول حاجة السبيتش تكنولوجي، عندنا السكرين ريدرز اللي بيستخدم تقنية اسمها تكست تو سبيتش TTS، عندنا السمارت فون ريدرز، عندنا السبيتش تو تكست STT أو البرامج اللي بيتعمل من خلالها ديكتيشن بالهيومن فويس أو بالصوت البشري، وبعد كده البرنامج بيكتب التكست اللي الشخص ده بيقوله من غير ما هو يستخدم عينه أو يستخدم إيده، ودي طبعاً بتكون مفيدة جداً للناس اللي عندها تعدد في أنواع الإعاقة، إعاقة بصرية أو ممكن يكون كمان معها إعاقة سمعية أو إعاقة حركية في الأطراف العلوية أو في اليدين. طيب إحنا يهمنا من ده أول اتنين هنتكلم عنهم بشكل تفصيلي. السكرين ريدرز، السكرين ريدرز ابتدت تظهر في العالم العربي عندنا في حوالي بداية سنة 2000،
ظهر مجموعة عديدة من البرمجيات أو من السوفت وير اللي بتقرا الشاشة، تقرا شاشة الحاسب الآلي. بالنسبة للسكرين ريدرز عندنا مجموعة من البرمجيات الموجودة دلوقتي في السوق واللي بتتنافس بينها وبين بعضها. عندنا جوز، ده من أكبر أو من أشهر البرمجيات لقراءة الشاشة اللي موجودة على مستوى العالم كله، في ويندو آيس، في فويس أوفر، في NVDA، في SA أور SA to go، في الفيوجن، في الناريتور الخاص بالويندوز. زي ما احنا شايفين جوز هو المتربع إلى الآن على قمة هؤلاء البرمجيات، يلي برنامج الـ NVDA اللي هو باللون الأورانج. طيب إيه هو جوز وإيه هو NVDA؟ هما دول هنتكلم عنهم لأن هما دلوقتي أكتر برنامجين طبعاً يليهم الـ Voice Over اللي هو الخاص بأجهزة الماك أو أجهزة الأبل، بس طبعاً هما استخدامهم بالنسبة للمعاقين بصرياً هم الأساس سواء كان الجوز أو الانفيديا. هنتكلم عنهم بشكل تفصيلي. طبعاً المستفيد لما يجي المكتبة هيحب إن هو يدخل أول حاجة على الكتالوج، الأونلاين كتالوج بتاع المكتبة سواء كان جوه المكتبة أو من بره المكتبة، فهلازم هيستخدم سكرين ريدر. لو جوه المكتبة وعايز يسيرش جوه المكتبة على المواد اللي هو عايزها، المواد أوعية المعلومات اللي هو هيبقى محتاجها، هيدور جوه المكتبة، فلازم يكون لو هو شخص كفيف أو عنده إعاقة بصرية لازم يكون موجود طبعاً سكرين ريدر يساعده إن هو يدخل الموقع أو الكتالوج بتاع المكتبة ويقدر يدور براحته ويقدر يسمع ويختار أوعية المعلومات اللي هو هيكون محتاجها. بالنسبة لجوز هو اسمه كده جوز فور ويندوز. الجوز هو اختصار لكلمة Job Access with Speech. زي معظم البرمجيات ظهر سنة 2000 وهو من أهم أدوات الكوشة المساعدة لذوي الاحتياجات البصرية زي ما أنا ذكرت قبل كده. الشركة الخاصة بإنتاجه وتحديثه هي شركة فريدم ساينتفك، شركة ليها منتجات كتير في مجال التكنولوجيا المساعدة لذوي الاحتياجات البصرية، على رأسها هو برنامج جوز. جوز بيدي إمكانية لذوي الاحتياجات البصرية أو للشخص الكفيف إن هو يتيح له الحاسب الآلي بكل البرمجيات اللي ممكن تكون included جوه الويندوز بشكل كامل. يقدر يدور في الملفات، يقدر ينشئ، يقدر يحذف، يقدر يقرأ اي يستخدم اي application من الابلكيشنز بتاعت الاوفيس، يقدر يتعامل على الانترنت بشكل كامل، يقدر يفتح من خلاله الايميلز بتاعته، يقدر يعمل chatting، يقدر يدخل على على مواقع السوشيال ميديا براحته. بيتيح له استخدام الحاسب الآلي والانترنت بشكل كامل. طبعا هو برنامج تجاري يعني له ساعة بيتم شراؤه من خلال شركة زي ما انا قلت فريدم ساينتفك. طيب في المقابل لي زي ما احنا شفنا على الدايجرام اللي فات ده برنامج الـ NVDA. طيب ايه هو بقى برنامج الـ NVDA؟ البرنامج ده برنامج open source، برنامج free، برنامج غير تجاري لا يباع، ممكن يتم تنزيله من على الموقع بتاعه بشكل سهل جدا. بيدعم اللغة العربية، تم تعريبه NVDA هي اختصار لـ Non-Visual Desktop Access. تم ظهوره سنة 2006
وعملوا اثنين من ذوي الاحتياجات البصرية، يعني هما اثنين مبرمجين بلايندز هما اللي عملوا برنامج الـ NVDA، وكان شعارهم software by the blind for the blind. عالم العربي استخدام NVDA أعلى، على مستوى الشرق الأوسط استخدام NVDA أعلى من جوز لما جم يخصصوا ويشوفوا الناس اللي بيعملوا عليهم السيرفي وأخذوا منهم الجزء الأشخاص اللي هم جايين من الميدل إيست أو اللي عايشين في الميدل إيست وسألوهم، كان نسبة اللي بيستخدموا NVDA 61% مقابل 38.5% NVDA مقابل 38.5% بيستخدموا جوز. فده بيدينا مؤشر ان عامل التكلفة ده عامل مهم جدا في الدول النامية، ويدينا برضو مؤشر طيب احنا كمكتبة هنجيب جوز، اوكي عندنا ميزانية كبيرة نقدر نشتري كذا لايسنس من جوز، اوكي لا ميزانيتنا متوسطة او مفيش ميزانية اصلا، فنقدر برضو نقدم خدمة لذوي الاحتياجات البصرية من خلال اقتناء القارئ الشاشة NVDA ان هو مجاني وممكن وبيدعم اللغة العربية، وهيديني هيحقق لي اتاحة معقولة للحاسب الآلي. تمام، طبعا هو مش بنفس قدرات البرامج اللي بيتصرف عليها او البرامج اللي بتباع البرامج التجارية، لكن هو برضو له امكانيات معقولة وبيتم تطويره كل سنة، بيكون فيه فيرجن جديد فيه فيتشرز اقوى من الفيرجن اللي قبله. نسبة الرضا عن برنامج NVDA ان هو شايفين ان هو هو ساتسفايد بيه، هو راضي، هو كل اللي بيبقى محتاجه من على جهاز الحاسب الآلي بيقدر يحصل عليه او يوصل له بنسبة 97%. طب برنامج جوز اخذ 95%، برنامج من الرضا طبعا، برنامج فويس اوفر اخذ 93% وهكذا. فكتير من المكتبات اقتنت تكنولوجيا التكبير في مجموعة من الأجهزة ومجموعة من البرمجيات بتحقق الهدف ده. عندنا مثلا على مستوى السوفت وير في حاجات فري وفي حاجات تباع تجاريا أيضا، يعني أقدر أنا كمكتبة منخفضة الميزانية أو لا يوجد لدي ميزانية جديدة كي أقدم خدمات لذوي الاحتياجات البصرية أن أنا أقدر أقدم خدمة تكبير، أقدر. عندي برنامج الماجنيفاير اللي هو موجود في الويندوز. تمام، طيب هل لو أنا ما عنديش ويندوز هل في برمجيات أقدر أستخدمها؟ عندي مثلا الماك، عندي أجهزة ماك، هل فيها حاجة أقدر أعمل من خلالها ماجنيفيكيشن؟ طبعا في الزومي. تمام، وفي الأكسسبيلتي أدور على الفانكشن الخاص بتاع الزومينج أو الفانكشن الخاص اللي يقدر يعمل لي ماجنيفيكيشن. كتير برضو من المستخدمين لبرامج التكبير بيستخدموا برنامج الماجنيفاير اللي موجود في الويندوز. طب لو أنا عايز حاجة بروفيشنال أكتر وحاجة فيها أوبشنز أكتر وفيها خصائص أكتر تيسر لي أو تقدم لي خدمة مثالية للتكبير في المكتبة، في برنامج فيوجن. برنامج فيوجن برضو من إنتاج شركة فريدم ساينتفك اللي هي بتنتج برنامج جوز. هم كانوا بينتجوا برنامج اسمه زوم تكست ده زمان، دلوقتي دمجوا برنامج زوم تكست اللي بيعمل ماجنيفيكيشن مع برنامج جوز في برنامج واحد وسموه فيوجن بروفيشنال. اقدر من خلاله اعمل ماجنيفيكيشن، تعبت عينيا وجعتني من القراءه، هقفل الماجنيفيكيشن واشغل الريدر. تمام، فيقرا لي اكني جوز هو اللي بيقرا لي بالصوت اللي انا بختاره بالسرعه اللي انا بختارها بالطريقه
طريقة تغطية النص اللي أنا ببقى عايزاه يقراها، هل حابة يقرأ لي التكست كله، هل حابة يقرأ لي العناوين فقط. أنا اللي بحدد وأنا اللي بختار إيه الشكل المفضل ليا، وأنا عايزة أتصفح الشاشة بطريقة عاملة إزاي. أجهزة السي سي تي في، تمام، اللي هي الدوائر التلفزيونية المغلقة، تمام، اللي هي بتبقى عبارة عن عدسة في لوحة، وفوق اللوحة دي عدسة، وفوق العدسة شاشة اللي هي بتلقط الصورة من على اللي موجودة على اللوحة من خلال العدسة وتقوم بتكبيرها. طبعا في الأجهزة دي بتتيح أشكال مختلفة من أشكال التكبير والكونتراست الخاص بالشاشة ولونها، لون الخط ولون الخلفية، أقدر أغير من الحجم، أقدر أكبر الحجم، أقدر أغير الألوان بشكل اللي يريحني أنا كضعيف بصر براحتي. في آخر البرزنتيشن هنشوف فيديو بيعرض مجموعة من الأجهزة اللي إحنا بنتكلم عنها والبرامج، وإزاي أثناء استخدامها، يعني أثناء ما الطالب أو أثناء ما المستفيد كان بيستخدم الأجهزة دي، هنتفرج على فيديو فعلي لكيفية الاستخدام وشكل الجهاز ده بيبقى عامل ازاي وحجمه عامل ازاي. البرايل تكنولوجي اللي هي تكست تو برايل، من النص لبرايل. كتير من المستفيدين زي ما قلنا بنسبة 30% منهم، من نسبة المعاقين بصريا، بيحبوا يتلقوا المعلومة من خلال برايل، من خلال حاسة اللمس. هنتكلم الأول عن السوفت وير. عندنا أول حاجة هو الوين برايل، إن النص طبعاً البرنامج ده بيحول من سايتد مود للبرايل مود، من الشكل المبصر الكلام العادي اللي احنا بنبقى شايفينه على الحاسب الآلي للبرايل مود. طيب البرايل مود ده هو هيقدر يقراه من خلال سكرين ريدر، تمام، وهيقدر يقراه من خلال برايل بصوابعه. ازاي؟ لازم نعمل برينتينج، او لازم يتعمل له قراءه من خلال قارئ برايل اللي هو اجهزه قراءه برايل المحموله، تمام، اللي احنا هنشوفها بعد كده. ده عندنا اول برنامج الوين برايل. تاني برنامج الدوكسي بري. برنامج الدوكسي بري في اوبشنز قويه، بقدر من خلاله أحدد عدد النسخ، أحدد أرقام الصفحات، أحدد الهوامش بتاعة الصفحة. لو أنا هطبع برايل عايزة الهامش الشمال أكبر من الهامش اليمين أو العكس، تمام، عايزة عدد السطور في الصفحة قد إيه، بقدر كل ده أحدده من خلال البرنامج ده. وأي طبعة برايل أو أي برايل إنبوسر لازم يكون يعني هو بيخاطبها البرنامج ده. البرامج دي تخاطب طابعات برايل، سواء كان برنامج الوين برايل او برنامج الدوكس برايل، تمام. علشان خاطر اجيب طابعه برايل عندي في المكتبه واقدم برايل برينتنج سيرفيس، لازم كمان يكون عندي يا اما الدوكس بري يا اما برنامج الوين برايل اللي هو البرنامج اللي قبل، تمام. برنامج الوين برايل بيجي بيلد ان مع طابعه ايفرست، هما الاثنين بيجوا مع بعض. بيجي البرنامج ده بيتم تحميله على الكمبيوتر وبعد كده بيتم الطباعه من خلاله على الطابعه الايفرست. من اهم البرامج، من اهم الاجهزه اللي مستخدمه في كل المكتبات تقريبا اللي بتقدم خدمه لذوي الاحتياجات البصريه، هي طابعه ايفرست اللي هي موجوده فوق على الشمال. عندنا برضو جهاز اخر بيطبع برايل العادي، الكلمات التكست العادي، وكمان بيطبع صور، ها، اللي هي طابعة التايجر امبوسر. من أهم مميزات النوع ده من الأجهزة إن هي بتطبع الصور. الصور بتبقى مطبوعة بشكل بارز من خلال النقط اللي هي الخاصة ببرايل،
زي ما احنا شايفين كده عندنا مثلا ثلاث صور اهم، دول مطبوعين بطبيعة تايجر، حاجة بتبين تشريح العين وكل جزء منها مكتوب قدامه اسمه ايه بالبرايل. في صورة بتوضح تركيبة الخلية أو خلية بكتيرية، في صورة تانية بتوضح شكل التشريحي لعظم الجمجمة، عظم الرأس. فعشان خاطر أقدم خدمة في المكتبة خاصة بالبرايل برينتينج لازم يكون عندي طابعة برايل أو اسمها باللغة الإنجليزية برايل إمبوسر، اللي هي آلة النقش، آلة نقش برايل. تمام. طيب لو أنا عندي تيكست بقى عايزة أقراه بطريقة برايل ومش عايزة أسمع وعايزة أريح وداني، أو عايزة أكون أنا مني للكتاب من غير ما يكون في حد سامعني، أو من غير ما يكون في صوت، من غير ما يكون في دوشة زي أي حد بيقرأ في صمت. تمام. أنا عايز أقرأ في صمت، هستخدم برنامج، هستخدم جهاز النوت تيكر أو البرايل ديسبلاي، يا إما عارض برايل يا إما برنامج جهاز النوت تيكر اللي هو مدون الملاحظات من خلال طريقة برايل. زمان كان في أجهزة اسمها البيركنز، البيركنز دي كانت عبارة عن آلة كتابة زي الآلة الكاتبة العادية، بس هي خاصة ببرايل، ليها نفس شكل لوحة المفاتيح دي، الثلاث زراير اليمين والثلاث زراير الشمال والمسطرة بتاعتي. لما عملوا أجهزة خاصة ببرايل حديثة إلكترونية استخدموا نفس الكيبورد علشان الأشخاص لو حابين يكتبوا بطريقة برايل ويخزنوا المعلومة اللي هم أو الملحوظة اللي هم عايزينها يقدروا يستخدموا الكيبورد ده، يقدر يكتب من خلال الكيبورد دي. طبعا هم أربعة دلوقتي على الشمال وأربعة على اليمين، الزرار الرابع اللي على اليمين خاص بالإنتر، الزرار الرابع اللي موجود على الشمال خاص بالباك سبيس، وطبعا المسطرة موجودة في النص. عندنا أشكال متعددة، منتجات متعددة من البرايل نوت تيكر والبرايل ديسبلاي، من أهمها الأشكال اللي موجودة قدامنا دي. أول شكل عندي اللي هو البرايل سينس بولاريس، ده من إنتاج شركة تيمز. زي ما احنا شايفين بيبقى فيه سطر برايل، السطر ده حجمه بيختلف من فيرجن لفيرجن، من الفيرجنز الخاصة بالجهاز في 40 في 32. تمام. ده جهاز صغير يعني حجمه في حجم التابلت تقريبا، يقدر المستفيد ان هو يستعيره يعني طول السمستر الثلاث شهور أثناء الدراسة بيكون الجهاز ده معاه، يقدر من خلاله إن هو يدون الملاحظات أثناء المحاضرة من خلال زراير برايل ديت، ويقدر يقرأ هو كتب إيه إنه يسترجع الجزء اللي هو كتبه، يقدر يدخل عليه من خلال اليو اس بي، يقرأ من خلاله كتاب على اليو اس بي مثلا، يقدر يحمل عليه في الذاكرة الداخلية للجهاز أي معلومات ويقدر يسترجعها، يقدر يغير فيها ويعدل فيها ويعيد كتابتها، ويقدر يوصله بالبرينتر ويطبعها في الآخر برايل ويحتفظ بنسخة مطبوعة معاه زيه يعني. وفي وطبعا الأجهزة بيكون فيها سماعات، لأن هي فيها برضو خاصية التي تي اس اللي هي التكست تو سبيتش، ممكن لو عايز يسمع حاجة معينة يستخدم حاسة السمع أو يبدل ما بين اللمس والسمع، يقدر برضو يغير من ده من خلال الفانكشنز الموجودة في الجهاز ده. البرايل سينس يو 2 ده أقدم شوية من البرايل بولاريس ده، واللي تحتيه ده البرايل نود تاتش، ده من إنتاج شركة هيومن وير، دي برضو من الشركات الرائدة في التكنولوجيا المساعدة لذوي الاحتياجات البصرية. الجهاز دوت مزود بشاشة، الشاشة دي
بتستخدم من خلال اللمس تاتش سكرين، بيقدر يتصفح فيها، يدخل على الانترنت، على الايميلز، على شاتنج، على يقرا اي حاجه هو عايزها. الديزي تكنولوجي اللي احنا بنقدم من خلالها برضو خدمات كتب ديزي موجوده عندنا في شكلين، برضو سوفت وير وهارد وير. الديزي هو اختصار لي ديجيتال اكسسبل انفورميشن سيستم. الديزي معيار انشاه الديزي كونسورتيوم سنه 1996 من اجل الوصول الى كتاب ناطق مماثل تماما زي ما قلت في البدايه للكتب المطبوعه، من خلال استخدام الوسائط المتعدده، النص والصوت والصوره، في مجموعه كبيره من الانواع الخاصه بكتب ديزي. في نص فقط مع خيارات الملاحة، يعني أقدر أعمل نافيجيشن في النص، نص بس تمام، أقرأ بقى من خلال برايل أو من خلال الماجنيفيكيشن. في صوت مع خيارات الملاحة صوت بس، وفي صوت مع النص، يعني الصوت بالتزامن مع النص، أقدر أسمع وأشوف النص اللي مكتوب لو أنا ضعيف بصر في نفس الوقت. في برمجيات كتيرة قارئة لمعيار ديزي ومنتجة لمعيار ديزي، كمان في أجهزة قارئة لديزي ومنتجة لكتب ديزي هنستعرضها بشكل سريع. البرمجيات دي في الشاشة قدامنا دي برمجيات تجارية. ديزي ديفايسز بقى في أجهزة كتيرة، دي أشكال الأجهزة اللي ممكن تستخدم في قراءة كتب ديزي. خدمات الكونفرجن أو خدمات التحويل من الشكل المطبوع للشكل الإلكتروني أو بعد كده لشكل برايل. طبعا ده شكل العملية ازاي بتتم، أو الحاجة السكانر اللي بيستخدم في عملية سحب الصورة أو سحب الصفحة من الكتاب اللي أنا عايزة أحولها أو أخليها ريدابل لشخص عنده إعاقة بصرية. تاني حاجة بعد ما بسحبها بحولها على برنامج الـ OCR، بعدين بعمل لها Save as Text Document سواء كان بالنوت باد أو الوورد باد أو البرنامج الوورد. بعد كده بحاول أعمل Check Spelling من خلال المضاهاة ما بين التكست اللي تم تحويله بالأوريجينال تكست، وبعد كده بقدر أسمعها من خلال قارئ الشاشة اللي هو فيه خاصية التكست تو سبيتش تمام، وبعد كده السبيتش سينثيسايزر اللي هو التزامن الصوت مع النص، وبعد كده بقدر أسمعها من خلال الهيدفون أو من خلال السبيكرز الخاصة باللابتوب بتاعي أو الديفايس اللي أنا بقوم من خلاله بالقراءة، أو إني ما استخدمش بقى سكرين ريدر في إن أنا أسمع النص ده خلاص بقى ريدابل بالنسبة لي، لا أنا عايزة أقرأ بطريقة برايل، يبقى التكست تو برايل، وبعد كده من خلال البرمجيات اللي إحنا اتكلمنا عنها اللي هي الويب وين برايل وبرنامج الدوكس بري، وبعد كده من خلال البرايل ديسبلاي او من خلال البرايل برينتينج، وبعد كده تبقى بالنسبه لي ريدابل من خلال ان هي تاتشبل او البوت. كريزوايل 1000 ده من السوفت ويرز المهمه جدا والمستخدمه بشكل قوي في عمليه الاو سي ار او التحويل من البرينتد الشكل المطبوع البرينتد فورمات الالكترونيك فورمات. في او سي ار فري، فعلا في او سي ار فري، ده كمان في كل اللغات، ده كمان في عربي تمام، واقدر اعمل كونفرت من بي دي اف لوورد. طيب احنا لو بنقدم الخدمه دي لازم نفهم
المستفيدين دول او النوعيه دي من المستفيدين بيفضلوا ايه في شكل الدوكيومنتس لما اجي اعمل لهم كونفرت وسيف از؟ تمام. ايه التكست دوكيومنتس ابلكيشنز او بروجرامز اللي هم بيفضلوهم؟ لما عملوا السيرفي اللي عملوا مركز ذوي الاحتياجات الخاصه في جامعه ولايه يوتا، اتضح ان حوالي 70% من ذوي الاحتياجات البصريه بيفضلوا ان التكست دوكيمنت يكون من خلال برنامج وورد. تمام. 13% بيفضلوا البي دي اف، 10.5% بيفضلوا الاي باب. زي ما احنا شايفين كده في تراجع شديد ما بين في الفايرفوكس وفي الانترنت اكسبلورر. في ارتفاع في استخدام الجوجل كروم، كمان طالع معاه المتصفح ايج. طب ليه الكلام ده؟ ليه جوجل كروم هو بالنسبه للمستخدمين الانترنت من ذوي الاحتياجات البصريه بقى شيء اساسي؟ علشان ان هو اكسسبل. بنستنتج ايه من الجلسه بتاعتنا النهارده؟ انا عندي ثلاث نقاط اساسيه. ان احنا نقدر نقدم خدمات تكنولوجيا مساعده في المكتبه اللي انا موجود فيها من غير ما يكون عندي ميزانيه ضخمه. تمام. من خلال برمجيات الاوبن سورس اللي انا بقدر احصل عليها من خلال الانترنت، او من خلال اني انا اقتنيها وتفضل موجوده عندي حتى لو انا ما عنديش انترنت، او لو هشتغل بيها اوفلاين او اونلاين. طيب احنا كمان محتاجين نطور من الخدمات التقليديه. لو مكتبه بتقدم خدمه لذوي احتياجات بصريه خدمه تقليديه، محتاجين نطور الخدمه دي علشان نكون على يعني على اطلاع بايه احدث التقنيات واحدث الاساليب اللي بتقدر توصل المواقع بصريا ان هو يكون مستقل بذاته في الحصول على معلومه، ما يكونش محتاج شادو، ما يكونش محتاج معاه مرافق يقدر يحصل على المعلومه بشكل مستقل زيه زي اي شخص اخر طبيعي. احنا لازم ندرس مجتمع المستفيدين. تالت حاجة أو آخر حاجة، إن إحنا لازم ندرس مجتمع المستفيدين بشكل جيد جدا اللي حوالين المكتبة، علشان نقتني أجهزة ونقتني أدوات فعالة نقدر نستخدمها في تقديم خدمة حقيقية للمعاقين بصريا. ده فيديو هيشرح أو هيوضح أكتر كيفية استخدام التكنولوجيا المساعدة في المكتبات وإيه الأجهزة اللي ممكن تقتنيها المكتبة. الفيديو ده تم تصويره في الجامعة الأمريكية في التو لوكيشنز اللي بيقدموا الخدمة الخاصة بذوي الاحتياجات البصرية. ممكن نتفرج مع بعض. هو كده خلاص حول النص من سايت مود للبراين مود وقسم الصفحه وظبط الهوامش. ده برنامج داكسي بري برايت ترانسليشن سوفت وير، بيحدد دلوقتي عدد النسخ قبل ما يدي امر للطباعه. دي الايفرست، ايفرست اندكس برايل امبوسر، دي لوحة المفاتيح البرايل الخاصة بيها. ب
بيحط الورقة. طبعا الورق بيبقى ليه معايير معينة، لازم يكون ليه سمك معين وأبعاد معينة. طبعا هو بيقدر يقدر يتحكم في حجم الورقة. ممكن يحط مجموعة من الورق في وقت واحد، لكن الأفضل إن هو يحط ورقة ورقة، وهي بتطبع على الجليد. Victor Reader Stream. Welcome to Victor Reader. Bookshelf, notes, six, notes, six. Battery powered, 56%. Downloads info, not connected to wireless network. Time jump, 1 minute. Note. Time jump, 1 minute. Impairment knows that, and so when he goes to meet with them and dine with them, this is always on his mind. The dynamic fusion magnifier software. بيقدر الطالب ان هو ده برنامج ده جهاز كلافر بوك برو فيديو ماجنيفاير. تقدر تكبر بتاتش سكرين، تقدر تكبر تصغره، تقدر تحول من التكبير للصوت. شكرا لكم.